راديو ليبيا من طرابلس العاصمة. تاولين. كلمات من إعداد وتقديم مهيب جرادة. الزلف اللون أيتنا تستمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في راديو ليبيا من طرابلس العاصمة، اللي يقدم لكم أول برنامج بيعرف لكم على الثقافة والهوية والتاريخ الليبي بصورة واضحة ونقية. يسعدنا في حلقة اليوم إن شاء الله نستضيف الأستاذ الباحث محمد أمادي، رئيس مؤسسة توال الثقافية. ناخذ طبعا في البداية الفاصل ثم نعود. Ne parle au présent Les rituels, mon visage Ne m'ont jamais fait faux bon tout ce temps J'ai pu garder mon cœur d'enfant Encre d'un coquillage J'entends l'océan, je lui fais naufrage et les aimants porter le vent. Tout ce temps, j'ai pu garder mon cœur d'enfant. Les histoires de ma grand-mère. J'y repense souvent, comme si c'était hier, je suis un petit garçon qui tout ce temps, a pu garder son cœur d'enfant. أهلا وسهلا بكم أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة اليوم، اللي هي الحلقة الأولى من برنامجكم توالين، اللي يدع لأول مرة على راديو ليبيا من طرابلس العاصمة. طبعا يسعدني نستضيف الأستاذ محمد أمادي، طبعا أستاذ باحث في الثقافة الأمازيغية، وهو رئيس مؤسسة توالت الثقافية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، دزل في لك. طبعا ان شاء الله طبعا نحاول نبو كذلك مداخلات، نعرض عليكم ان شاء الله ارقام التليفونات باش نستقبلوا مشاركاتكم، اللي هي طبعا الارقام 021 34 22 52 او 021 34 94 10. نعاود الارقام 021 34 22 52 او 021 34 94 10. طبعا زي ما نعرف ان شاء الله، زي ما قلنا في بداية الكلام، ان طبعا نتكلموا على الثقافة والهوية والتاريخ لبلادنا الحبيبة طبعا ليبيا. فنبو مبدئيا توضحنا مفهوم الثقافة، شو معنى الثقافة للإنسان العام بطريقة مبسطة، بحيث ان الكل يفهمها او يفهم هذا المصطلح، اللي هو مصطلح الثقافة، اللي يعتبر يعني جديد في الساحة الليبية يعني. أول شيء صحيت ومبروك عليكم برنامجكم الجديد هذا على قناة ليبيا، على راديو ليبيا عفوا. وإن شاء الله نتمنى لكم أنكم تستمروا وتقدموا الجيد المفيد لمستمعيكم. عن الثقافة حقيقة موضوع شائك هلبة، لكن زي ما قلت أنت نبو نبسطه. غالبا في كتب يعني كتب اللي هي في الثقافة العربية تبدأ مثلا، لو كان يكون عنوان الكتاب مثلا الإيضاح، يبدأ بكلمة الإيضاح، وزي ما يقولوا في الليبي يشرشحها ويجي يفصل منين جاية، وضحها يوضح إلى آخره. نبدأ بكلمة ثقافة وندلو لها نفس الترشيح أو الترشيح باللغة العربية. ثقف الشيء أي فهمه. الغريب في الأمر أن كلمة ثقافة في جميع اللغات تختلف، بمعنى
مثلا في اللغة الإنجليزية كلمة ثقافة جاية من culture، عفوا culture جاية من cultivate بمعنى الزراعة، يعني شن جاي بالزراعة إلى الثقافة. ولكن هاي في اللغة اليونانية اشتقت كلمة culture من الزراعة، اللي هي يقولوا agriculture اللي هي أصبحت قسم في الزراعة خاص بروحها، cultivate بمعنى تجمع وتجني المحاصيل الأخير، هذه بالإنجليزية. في اللغة العربية ثقف يقال أنه هو ثقف شيء فهمه، وكذلك ثقف الشيء أي حده وأقامه. وفي اللغة الأمازيغية الغريب في الأمر أن كلمة ثقافة وهي تدلسة، تدلسة جاية من أدلس وهو الشفاه، وكأن كلمة تدلسة قد أتت من اللغة الشفهية بحكم أن أغلب الموروث الأمازيغي موروث شفهي، معنا فيه الكتابة وقديم فيه الكتابة. يوجد كلام ثاني كذلك عن اشتقاق كلمة ثقافة، فيه كلمة قريبة جدا من كلمة تدلسة وهو أدلس، الأرض البوار، الأرض اللي هي مازال منزرعتش، وكذلك أدلس اللي هو الكتاب. إذن حقيقة طريقة الاشتقاق في اللغات الثلاثة تختلف باختلاف فهم الإنسان للثقافة نفسها. إذن الثقافة هي الموروث، يعني لو كان بنعرفوها تعريف عام من غير اللغة، هي كل ما يشمل الموروث سواء المكتوب أو الشفهي، الغناء والرقص والمسرح وكل ما يتعلق بالثقافة سواء كانت مكتوبة أو شفهية. حتى اليونسكو تعترف إلى اليوم بالثقافة اللي هي كل ما يجسد حياة الإنسان، ماضيه حاضره ومستقبله. معلش أستاذ محمد، عندنا مكالمة طبعا الأخ علي طارق معك. أخوي علي، علي طارق، ألو، بين انقطع المكالمة. ما شاء الله انت وقت يشوك المكالمات، وين هذه وسطات؟ بارك الله فيك. طبعا هذا اكيد يعني الليبيين كلهم يعني متعطشين للثقافة وللمفهوم الثقافة والثقافة الليبية، يعني اكثر من شخص يعني دائما يحبوا يفهموا شن هي الثقافة، شن ليبيا من ناحية الثقافة، من ناحية التاريخ، من ناحية الهوية. لكن طبعا الحمد لله، وان شاء الله نحاول طبعا خلال البرنامج هذا نوصل رسالتنا الى كل ليبي وكل ليبية على هذه اسمح لي نقول لك ان الثقافة هي حقل من حقول الان اصبحت في علم قائم بذاته، اللي هو حقل الانثروبولوجيا او علم الانسنة او الانسة، مش عارف كيف يقولها باللغة العربية. الانثروبولوجيا الان يعني في عالم اظنه مغربي او جزائري ما اتذكر بالضبط، قرأت له جملة تقول ان اغلب الشمال الافريقيين هم امازيغ في الاصل، ولكن لم يعد يعي هذه الحقيقة منهم الا من يتحدث لغة أجداده. بمعنى أن الثقافة في ليبيا، سوف يستغرب الليبيين أن حقيقة الموضوع الثقافة جدا متشابك. بمعنى مش قلنا الثقافة هي مش الموروث اللي نتكلموا بها والكتاب المكتوب أو كذا، هي كيف ناكله، كيف نشربه، كيف نوقفه، كيف نقعمزه، وهذه تصير عبر السنوات. يعني مثلا ثقافة الإنسان في المحيط المتجمد الشمالي مثلا غير ثقافة الإنسان في الصحراء، الأدوات اللي يستعملها غير اللي يستعمل هذا. إذن البيئة كذلك تخلق من الإنسان ثقافة، وكذلك الإنسان السابق واللاحق. بمعنى إن مثلا لو كان عندنا مكان معين يعيشوا فيه ناس معينين مثلا مدة طويلة، بعدين يجوا ناس تانيين ويلحقوا بهم في نفس المكان هذا، ربما ينطبعوا بطبعهم ويؤثروا فيهم كذلك. أستاذ عبد الناصر معنا مكالمة، الأخ عبد الناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أستاذ عبد الناصر. نحييك أستاذ الظهير هادي ونحيي ضيفك كريم. الله يحييك، بارك الله فيك، مشكور يا أخي، تنميرت بالأمازيغية، تفضل يا أستاذ عبد الناصر. الله يخليك. طبعا أنا من المواطنين اللي عندي ملاحظة بس، يعني نقول يعني قصدي من الناس اللي طبعا سكان ليبيا، ونحس أن طبعا النظام الأول أطمس هذه اللهجة، قصدي طبعا اللغة، اللغة أو اللغة بالضبط، اللغة اللي فنتمنى قد يكون من الإعلام يزيد يوضح أكثر. نحن يعني جهلنا كمان يعني مدة 4 عقود لم نعرف شيء عنها، يعني واحد من الناس يتمنى شغوف جدا نعرف عليها كل شيء، يعني ما عنديش عقدة الأمازيغ كذا، ما يعني ما الحمد لله تربيت عايشت على الكلام هذا، ما فيش يعني. فنتمنى قد المتكافز الدكتور حضر معك
يعني يزيد يعطي معلومات اكثر، يوضح ان هذه يعني لغه مهمه جدا في ليبيا موجوده من الاف 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 السنين، يعني مش امس اليوم يعني. ان شاء الله ونحاول ان شاء الله يا اخوي عبد الناصر خلال هذا البرنامج ان شاء الله نحاول نوصلوا لنا الرساله هذه وال يعني المفاهيم هذه الثقافه والهويه وعلاقه الانسان بالوطن وبالارض، يعني نحاولوا كيف نوصلوها لكل ليبي وليبيه باش تكون غيرتنا وغيرتنا كل على الارض، ما عادش تكون عندنا غير على شخص وعلى انسان محدد. يعني تسمح لي نقول حاجه تسمح لي نقول حاجه الاستاذ عبد الناصر، فيه كاتب ليبي من الشرق عنده كتاب اسمه تاريخ الليبي القديم اللي هو الاستاذ الاثرم رجب الاثرم، يقول لو ان يقول عن اللغه الامازيغيه او غيرها، يقول انا استغرب ان بعض الشعوب تبحث عن لغات ميته بين الصخور والى اخره، واحنا بيناتنا لغه ما زالت متحدثه بطريقه اخرى. مثلا احنا حافظنا للغه الامازيغيه مش لاننا عندنا ميزه او اي شيء، بالعكس باقي مثلا الليبيين احنا ربما العامل الجغرافي اللي هو الجبل اللي ساكنين فيه او العامل الزمني الى اخره حافظنا، الاخرين ما حافظوش. فهذا شيء يعني مفروض يعتبر كنز يضاف الى الثقافه الليبيه. احنا زمان اختزلنا ثقافتنا للأسف الشديد، اختزلنا الثقافة الليبية في شخص واحد وهو شخص المدمر هذا. الآن جاء الوقت ان احنا زي ما يقول الأستاذ الأثرم ان هذه اللغة اللي هي لغة ليبو تحن المشواش مفروض نستفيد منها ونسمعها وإلى آخره. أرى اللغة هذه متجسدة في كلامنا اليومي. تعرف يا أخ عبد الناصر ان احنا كلامنا الليبيين اليوم، وسمحني اني طولت شوية. لا خذ راحتك. لا بارك الله فيك. قلت لك احنا كلامنا اليومي، هل تعرف مثلا كلمات اللي بنقول كلمات إيجابية وسلبية؟ تعرف مثلا يقول لك فلان صار لي في كرومتي هذا من جد، ولا مثلا نقولوا احنا فلان مسردن مثلا، ولا نقولوا احنا اسم مكان مصراتة مسلاتة تاجورة تورغة. انا نذكر زمان كنت نشتغل في ليبيا الاحرار وكان معانا اخ من العراق، طبعا ما يعرفش الكلام هذا الا انسان بعيد، يقول لي تو الكلمات هادو زليطن ومصراتة وغيرها اسماء مش عربية منين جبتوهم؟ فالشاهد احنا متعودين عليهم فنظن انهم هم مثلا كلمات عربيات او الاخره، او نظن بحكم التعود. فاظن يعني مثلا احنا الليبيين نقولوا في كلام وما ندرش عليه روحنا، نقولوا مثلا وادي سوف الجين، كلمه سوف تعني وادي بالامازيغيه، ولا نقولوا خليج سرت، خليج سرت تعني خليج بالامازيغيه وغيرها. فالشاهد في الكلام شنو يضر المواطن الليبي انه يعرف عن البلاد اللي عايش فيها والارض اللي يمشي فوقها والكلمات اللي يستخدم فيها وما يعرفش الاصل متاعها. صحيح. فالمهم شاهد سامحني اني طولت عليك الكلام. لا بس لا كان مفيد جدا دكتور جاك، كلامك كان جدا، هذا ما هذا ما اي يعني اتمنى من يعني كتر زيك يعني امثالك يوضحوا ثاني. احنا زي ما قلت لمده اربع عقود جهلنا تماما على الموضوع، جهلنا لا نظام الاول يعني فعلا. نعم اي سؤال اي استفسار يا اخوي عبد الناصر المصراتي، بالك اي حاجه مش واضحه تفضل. بارك الله فيك. يعني هل بالذات حتكون في دورات مثلا لتعليم اللغه هذه؟ يعني اتمنى يكون في يعني انا واحد من الناس قلت شغوف واكيد في امثالي هلبك كثر يعني يتمنى يعرف على اللغه الموجوده في بلادهم موجوده هنا. يعني مش زي ما قلت زي ما قال الدكتور هي مش غريبه علينا، بديت اعرف في بعض الكلمات فعلا اصبحت هنا يعني موجوده من الاف سنين، زي اسماء المدن زي اسماء زيدا زي قال لك زي مثلا مصراته، فعلا جدا يعني في كلمات. ثاني واحد من الناس اتمنى يكون في يعني مازال تعريف اكثر باللغه اللي موجوده اللي حضرها الله فيها هنا بجديات من الناس، واتمنى يكون فيها تكثف الضوء اكثر يعني ما يكونش مثلا اهمال يعني ما يبوش يكونوا زي ما يكونش قولبنا. نعم. بالنسبه للدورات ان شاء الله حيكون في ان شاء الله بقدره الله في مدارس في العاصمه طرابلس ان شاء الله، بنديروا نوع من الدورات ان شاء الله تبدا ان شاء الله عن قريب ان شاء الله يعني خلال ايام قليله ان شاء الله. ان شاء الله انا بحاجه يعني زي البرامج هذه وزي الحضور معك الذكاء معك بيزيد يوضح اكثر للناس هذه، واتمنى لك التوفيق. خليك بس متابع لبرنامج توالين وان شاء الله حتاخذ الاستفاده ان شاء الله واكثر ان شاء الله. تحياتي يا اخوي عبد الناصر من مصر، تبارك الله فيك ومشكور تنميرت على المكالمه. بارك الله فيكم وظهيره طيبه ان شاء الله. اظن عندنا مكالمه ثانيه الاخ محمد. الاخ محمد، اهلا محمد. يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دا الزلف لك يا استاذ محمد. الزلف الله والله الزلم قرار. شنو امورك يا اخوي محمد؟ بارك الله فيك. نبي نشكر الشباب نقول لكم تنميرت بسيطه على هذا البرنامج توالين. تنميرت يا تنميرت. وبالنسبه للثقافه كثقافه الامازيغيه نحن نطالب ان كل الليبيين ان يشوفوا الموضوع هذا كأن ثقافتهم هذه ثقافة الشعوب، ثقافة الأمازيغية.
جنبا الى جنب الى الثقافه العربيه هي ثقافه الليبيين ككل. صحيح. وبما ان كنا مغيبين في السنوات القادمه فنتمنى من الليبيين انهم يوعوا الى ثقافتهم التي كانت مغيبه وان يحافظوا عليها وان يطالبوا بتسترتها في هذا الدستور الجديد في ليبيا الجديده حتى يكون لهم بصمة حضارية أو إنسانية جديدة للعالم ويوضح للعالم أن الشعب الليبي شعب متطور وشعب متحضر. صحيح. لا توجد بينه التفرقة العنصرية ولا يحمل أي من هذه الثقافات في كيانه الليبي. شكرا لك أخ محمد. الحق يعني من ال لا الأستاذ محمد يتكلم على موضوع شو اسمه. احنا دائما المفروض نتكلموا بالايجابيات، الحقيقه في ايجابيات هلبه في المجتمع الليبي. والدليل الاخ اللي كلمك اول واحد مباشره اسمع البرنامج اتصل اللي هو شو اسمه الاخ عبد الناصر من مصراته. عبد الناصر من مصراته. فالشاهد ان فيه فعلا تعطش، ولكن تسمح لي نقول لك من تو اتوقع ان حيكون حيكون يجوك كذلك مكالمات من ناس جاهلة هذه الثقافة وجاهلة المقصد من هذه الثقافة. صحيح. ومن برنامج زي هذا. صحيح. يعني تتوقع جميع الأشياء وما عليش راه لازم نصبر على أخوتنا. القضية الثقافة يعني أصبحت الشعوب تفتخر بما تملك من تعدد لغوي وتعدد ثقافي وتعدد حتى لوني وغيره. الشعوب المتقدمة تدير في التنافس بينها بسبب تعدد الثقافات، مش التناحر والتنافر والحقد والضغينة والعنصرية فيما بينها. بالعكس يعني أظن عندنا مكالمة تانية حتى هي من مصراتة اليوم. أستاذ محمد، أستاذ محمد من مصراتة. ألو. ألو يا محمد، أهلا بك يا أخوي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، ده الزلف لك يا محمد. شو حالك؟ مع السنورات. والله أنا أحد الناس المحبين لهاللغة هذه. الله يعزك. اشتغلت فترة طويلة في بزواره. اهلا بك يا سيدي. ويا حبه ان حتى لين نايد الاستاذ نصر الدين هذا اللي قال كان في دورات عبد الناصر. ونبي يقول لنا معنى كلمه مصراته، قصدي قال هي كلمه مش عربيه، كان في كيف توضح لنا يعني. ان شاء الله. مصراتي وما ليش اعرفها يعني معناها. ان شاء الله. في اصلها. ان شاء الله. اي استفسار ثاني. مشكورين جدا على البرنامج، وما دبينا والله يستشعرون بها حاجه هذه نتاع اللغه. عندي شو بعض الكلمات لكن نحب ان نزيد نتعمقوا فيها اللغه هذه وان تكون يعني لغتنا الثانيه في بدنا نبحث على اللغة الإنجليزية والإيطالية ولا واحدة على اللغة الأمازيغية. صحيح. إن شاء الله يا أخوي محمد في برنامجكم هذا برنامج توالين، طبعا معنى كلمة توالين اللي هي كلمات باللغة العربية، كلمات معناها مفردها طبعا توالت كلمة. إن شاء الله في برنامج توالين تلقوا إن شاء الله كل ما هو مفيد وكل ما هو جديد اللي كان مغيب على الليبيين خلال 40 سنة يا أخوي محمد. إن شاء الله بهي، وإن شاء الله طول الأستاذ. العفو يا سي، تنميرت صح صح. نجاوب على سؤالك كلمة مصراتة. الأخ محمد كان يسأل على كلمة مصراتة. حصل علينا وقتي محمد. هو حقيقة في هذا العلم أصبح علم قائم بذات أسماء الأماكن. علاش؟ لأن علم قديم هلبة. يعني مثلا الكلمات هذه غالبا تكون قديمة جدا قدم الزمن. كلمة مصراتة نجدها في كتب الرحالة بكثرة. أنت منطقة مصراتة كانت تسكنها قبائل تسمى، أو ما زالت هي نفس القبائل غير ما غيرت لسانها أو اختلطت بالكراغلية واختلطت بغيرهم اللي هي قبائل هوارة. اللي هي توجد كذلك في صعيد مصر. يقولوا الإخوة من دام موجودين في مصر عشان علاقتهم بالأمازيغ. حقيقة هم قبائل كتامة وهوارة وغيرها دخلت في عهد المعز وسكنت في مصر وسكنت في الساحل الليبي وغيرها. هذه بالنسبة للقبائل اللي ساكنة في مصراتة. سمعتني كلمة يقولوا فيها ديما اللي هي من مصر أتى. خلينا نحط قاعدة في علم الطوبونوميا. العلم هذا اللي هو يدرس أسماء الأماكن اسمه الطوبونوميا. الطوبو اللي هي المكان والنوميا الاسم. هذا علم الكلمة هذه عفوا كلمة إغريقية. إغريقية. العلم هذا كتب فيه مجموعة من الليبيين حقيقة أهل علم وأهل دراية اللي هو زي الأستاذ شلوف من جامعة قاريونس، وكتب فيه ناس اللي هم لا علاقة لهم البتة بهذا العلم. زي هادو اللي خرف التخاريف للأسف الشديد رحمة الله عليه السيد علي فهمي خشيم. سمعت أنا من الكلمات اللي يقولوا فيها على مصراتة من مصر أتى وإلى آخره. خلينا نحط القاعدة الأولى على كلمة من مصر أتى، ولا مثلا غدامس يقولوا من غدي آمس إلى آخره. الأفعال لا تسمي أماكن.
الأفعال. الأماكن غالبا توصف يا إما بالقبائل التي تقطنها وإما بشكلها الجغرافي بحيث ما تكون مثلا مرتفعة، تكون منخفضة، تكون على الساحل زي ما قلنا سرتن بكري خليج وغيرها، أو تسمى على بهدف سياسي. مثلا أنت مثلا اسم طرابلس من قبل طرابلس تريبوليس المدن الثلاثة طبعا عفوا قبلها كان اسمها أويا. أويا هذا اسم قبيلة أويت اللي هي بالأمازيغية يعني آيت، اليوم ننطق فيها بآيت. هذه على فكرة الكلمة مش من عندني، تقرأ كتاب مدخل على السرايا الحمراء، هذا مدخل أو تعريف بالسرايا الحمراء، المقدمة متاعها من أروع ما يكون عن اسم طرابلس وتاريخه وتاريخ بناء السرايا الحمراء وكلمة أويت وطرابلس وكلها منين جت. لأن نعود على مصراتة، مصراتة كانت تكتب في التاريخ أول ما دخل المسلمين إلى مدينة إلى ليبيا كانوا يكتبوا بمصراتة بالسين مش بالصاد، والطالع مصراتة يعني واللحظة معي في ثلاثة كلمات قريبات جدا. مصراتة مش قلنا بالسين مصراتة بهي الألف والميم في اللغة الأمازيغية تدخل على أسماء الأماكن بهي، نحي الألف والميم هذه اللي تدخل على أسماء الأماكن عشان تصبح سراتة اللي هي بجنبها سرت وهي وين قاعدة؟ قاعدة على الخليج. على الخليج. صرمان مثلا، صرمان حتى هي بكثرة النوع من قنديل البحر لأن منطقة صخرية وكذا، قنديل البحر إلى اليوم مثلا ما زال نقولوا فيها الكلمة هذه، نقولوا احنا باللغة الأمازيغية صرمان وأصرم. أصرم صحيح. عندنا مكالمة ثانية، محمد الشاوش. ألو يا أستاذ محمد. مساء الخير. اهلا بك، دزل فلك يا اخوي محمد. انا سامي، ربي يحفظكم شرع البرنامج. الله يعزك، بارك الله فيك، ربي يحفظك. نبي نسالكم، احنا عندنا في شعبيه الزاويه عائله يقول عائله السيفاو سمر، هم السيفاو ايه، لكن قصدي مرجعهم اصلهم يعني منين يكونوا هم. تسمح لي نجاوب على هذه؟ معك مش عارف الاخ اسمه ايش، سامحني من الزاويه. محمد الشاوش. الأستاذ محمد الشاوش من الزاوية. أنا نقول لك أني عندي عمي صدق ولا تصدق يسكن في الزاوية، أنا ما شفتهاش الحق في حياتي، لكن يقولوا أن واحد من أعمامنا نزلوا للزاوية وعاشوا غادي، فالليبيين يتنقلوا، تلقى عائلة مادي يعني لقب مادي، تلقى مادي في مصراتة، تلقى في الساحل، تلقى كذا، وإحنا أصلا يقولوا أن عائلة مادي ربما يكون أصلا من الساحل، ولهذا يوجد كذا. نعود إلى كلمة السفاو. السيد الكيب كانت تفكر في بداية الحكومة متاعها قال أني راني مش ضد الأمازيغية، مش ضد الأمازيغ، وراه في الأسماء تلقوا اسم السفاوي، وهو طبعا تعرف أنت الكيب الطرابلسي بس أصل متاعها من صرمان. كلمة سفاو كذلك تعتبر وصف صفة، سفاو جاية من فاو وهو الضي، وعلى فكرة الضي في أكثر لغات العالم في حرف الفاء لأن لها علاقة بالنار. فالسفاو احتمال كبير يكونوا من أهالي الجبل ويكونوا من الصبر يعني، فما مش شرط يعني، لأن الثقافة الأمازيغية راهو لا تعني فقط الإنسان الأبيض، الأمازيغية راهي ثقافة قبل أن تكون عرق، الأمازيغية ثقافة قبل أن تكون عرق. الأمازيغ مثلا تلقاهم في الجبل، في اللي تلقى أشقر وعيونه زرق، وفي تلقى أسمر شوية، اللي رأسه طويل، رأسه مكركب، رأسه كذا. فالأمازيغية ليست عرق أبدا، هي ثقافة. وبعدين زي ما قلت أنت على الزاوية، أنا عندي قلت لك عمي يعني يسكن في الزاوية يعتبر من أهل الزاوية. وعلى فكرة على ذكرنا للزاوية وقبل شوية ذكرنا الطوبونوميا، الزاوية كانت تعرف أن هي تاريخيا اسمها أساريا كما تسمى الزاوية. أساريا. وأساريا باللغة الأمازيغية تعني الحصن، وأساريا اسم مكان كذلك حصن موجود في زوار اليوم يعني. فقصدي وفي عهد المقبور تصور سموا الأستاذ عبد الحكيم الطويل، سمى جمعية أظن هو يعني كان يغلط، هو يسمع فينا يصحح لي، أظن هو مدير جمعية في الزاوية وسماها جمعية أساريا. القدافي جي منعهم من تسمية هذه الجمعية باسم الزاوية القديمة اللي هو أساريا. إن شاء الله تكون الرسالة وصلت، إن شاء الله يكون جواب واضح يا أخوي محمد. شكرا وربي يحفظكم إن شاء الله، ونحب نشكركم على البرنامج هذا، وربي يطول في عمركم. بارك الله فيك ويطول في عمرك إن شاء الله. تنميرت يا أخوي محمد، تنميرت. شكرا شكرا. نهو الإخوان والمستمعين ومستمعات للأرقام مرة أخرى، 021-34-22-52 أو 021-34-94-10. أستاذ محمد طبعا يعني جواب، نرجع للأخ من مصراتة، الأخ محمد من مصراتة،
معناها تو على حسب كلامك وعلى حسب جوابك ان مصراتة يعني اللي هي طبعا الصاد اصلها سين وتولي سراتة معناها عندها علاقة بالخليج او بالمنطقة الساحلية. انا نقول هذا راهو تخمين مني الحق يعني لازم نكونوا صريحين وواقعيين. هذا الكلي اسم قديم وفي يعني يقول تخصك وعلى لا هو سمتك. هي كلمة قديمة ما عندناش وثيقة مكتوبة فمن الصعب ان الانسان يجزم، لكن هذا الاحتمال الاقرب في اللغة الامازيغية ان هي مدينة ساحلية وحتى الشكل بتاعه كذا. مش قلنا احنا القاعدة تقول ان المكان يسمى على شكله؟ صحيح. انت تعرف انت من اهالي الجبل وتعرف في يفرن ان أكثر من مكان يسمى صرت كذا صرت كذا صرت كذا صرت ومنش صرت نحداقة صرت مش عارف شني إلى آخره. فهذا هذا اللي نفهم عليه من كلمة مصراتة. لكن كذلك احنا بالأمازيغية شو نقوله لمصراتة؟ إي مصراتن مظبوط. وعندنا مسجد في جادو يسمى مصد إي مصراتن، وهذا المسجد مذكور في القرن الخامس الهجري في كتاب الإمام البغطوري. إذا العلاقة بين الليبيين والتداخل والمشي والجي، واحد يركب واحد ينزل واحد يغير مكانه، علاقة قديمة جدا. صحيح. معنا مكالمة ثانية، الأخ حسن. مرحبتين بك. اهلا بك يا اخوي حسن، اهلا بك ازل فلك. اهلا بكم واهلا بسيد الاستاذ محمد ومادي. اهلا بك يا سيد، اهلا بك. تفضل يا سيد. معكم حسن عثمان، معروف بعثمان عند محمد ومادي مغار. اهلا بك استاذ حسن، اهلا بك. شكلك سمعت صوتي واتصلت بي لانك مش محصلني في التليفون، فسمحني يا حسن راه الانشغالات. لا مشغول دائما مشغول. وتحيه ليك وتحيه لكل امازيغنا وامازيغ ليبيا وامازيغ كل العالم. الله يعزك بارك الله فيك. وتحيه لكل ليبي ان شاء الله. وتحيه لكل ليبي طبعا. تحيه لكل ليبي. مش معناها قلنا الامازيغ معناتها نمسح الهويه. لا اكيد لا اكيد طبعا ليبيين ونفتخر ان كلنا ليبيين. يبارك فيك. اكيد تفضل. تحيه لكم وتحيه من امازيغ تينيري موها تينيري لكل الليبيين وكل اهل ليبيا. نحن ايضا نحييهم ونقول لهم ازف الله ولاخوتنا الامازيغ تينيري اللي هم طبعا معروفين على الساحه التوارق طبعا. التوارق او يموها التوارق. صحيح. إيه. طبعا هي التوارق هذه من ضمن المصطلحات، لكن ان شاء الله تتنحى ان شاء الله. هذه التسميه الصحيحه للتوارق يموها. صحيح صحيح صحيح. تفضل استاذ حسن. تفضل. الو. تفضل نسمع فيك استاذ. تفضل. حيكم تحيه طيبه طبعا. بنشارك ونقول لكم ان يموها تينري ومازيغ تينري اثبتوا للعالم كافه عراقتهم وصالتهم ووقفتهم الجاده مع كل الليبيين. فمبشركم ومبشر كل الليبيين ان التسجيل في الانتخابات غادي عندنا في المناطق الجنوبيه الشكل رائع وشكل حضاري جدا. اثبتوا انهم اشخاص متحضرين ونامل ان ليبيا تكون من افضل الى افضل وتراعي حقوق كل الاقليات اللي موجوده في ليبيا، وكل شخص يتمتع بان ليبي وبالرفاهيه وبالعزه والكرامه في ليبيا الجديده ان شاء الله. ان شاء الله. يبارك فيك يا اخ حسن. خلي بنسالك انا من دوري سؤال لو تسمح لي. معلش. تفضل استاذ محمد. يبارك فيك. تعرف شو معنى كلمه غات اللي انت منها؟ لا والله الحق ما اعرفش. انت معروف طبعا. لا والله بالصدفه قبل اسبوع او اسبوعين كنت في فور شيرد، انت تعرفها هذه، كنا ندور على كتاب نلقوه في الفور شيرد، فلقيت كتاب يقول كلمات مصريه قديمه، كلمات مصرية قديمة في اللهجة المصرية، وأول كلمة في الجزء الثالث لقيتها هي كلمة غات. إيه في اللغة المصرية القديمة كلمة غات تعني المستنقع، المكان اللي فيه المية أو وفرة الماء. مش عارف توا غات فيها مية هلبة ولا لا، لكن هذه باللهجة المصرية القديمة. وانت تعرف العلاقة ما بين اللغة الليبية اللي هي الأمازيغية القديمة والجوشية اللي هي اللغة اللي يتكلموا فيها في تشاد، وكذلك اللغة المصرية القديمة. كانوا زي ما في العربية والعبرية والأرامية أبناء عمومة، كذلك الأمازيغية والمصرية القديمة والجوشية أظن لغة ثالثة أو رابعة في أفريقيا الشمالية وأفريقيا الساحلية، هذه أصولهم واحدة. فربما تكون كلمة غات كلمة أمازيغية قديمة مماتة معش مستعملة، وتعني الغيط أو المستنقع أو شيء من هذا القبيل. يعني هذا اللي فهمته أنا من كتاب المصرية القديمة، هذا يقول كلمات مصرية في اللهجة المصرية، عفوا كلمات مصرية قديمة في اللهجة المصرية اليوم. بخصوص يا أخوي محمد عندي معلومة على غات. نعم. إن غات كانت طبعا غات هي زي مفترق الطرق ولا مكان، يعني القوافل اللي تجي من النيجر وتجي من الجزائر وخاصة ليبيا طبعا أقرب نقطة باش ترتاح فيها وتستغيث فيها هي غات. وفي بير موجود في غات وقديم جدا البير هذا معروف،
تو قاعد عايشين المدينة القديمة منشا غادي في عند البيرة ده. فكانت تسمية غات إنها غات جت من الاستغاثة أو الغوث. طبعاً القبائل والرحل والقوافل اللي كانت تجي على غات تستغيث من غادي وتأخذ من البيرة ذاك فهمت؟ والله هو هو. فقالوا التسمية جت من هاد هالقصة. وفي قصة ثانية في رواية ثانية قالوا إن في واحد من الأولياء الصالحين أو من أيامات الفتوحات الإسلامية القديمة قالوا إن التسمية هذه جت الله أعلم هذه مش عارف مش أكيد منها لكن قالوا إن في أحد من الأولياء الصالحين يسمى بغوث غوث هو اللي أسس المدينة القديمة الموجودة في غات حاليا فسميت غات القديمة سميت بغات نسبة إلى الشخص نعم أنا ترجمت كتاب من اللغة الفرنسية كاتبه واحد ينقال له قديم هلبة في عهد الاستعمار اسمه محمد نهليل والكتاب هذا يتكلم عن التنوع الأمازيغي في غات وكان من ضمن الأشياء الحكايات هذه أكيد يعني الروايات اللي حكيتها أنت قبل شوي الغوت والاستغاثة والأخره زي ما ذكرنا في البداية الطبونوميا ما عمرها تجي من أفعال فعل ما يعطيش يعني غاتة يغوت يستغيث بها علاش استقرينا على غاتة في الماضي فهمت كيف علاش ما قلناش ما سميناهاش غوث أو استغاثة أو المستغيث أو الغيث أو إلى آخره علاش سميناها غات في الفعل الماضي إذن زي ما قلت لك الأفعال ما عمرها تعطي أسماء أماكن فالاحتمال هذا راهو مش قوي هلبة أن هي تجي من فعل زي ما قلنا غدامس غدي آمس فهمت كيف؟ إيه فما نظنيش يعني ومثلا زليط ظل تين أو كذا يعني أشياء تحس إن هي بعيدة جدا من الأصل تاعها وبعدين أنت قضيت غات ما تنساش غات مدينة قديمة جدا راهو مش جت بقدوم إخواننا العرب المسلمين مثلا في القرن السادس أو قبله غات اسم مدينة قديمة جدا جدا يعني مذكورة في خرائط أنطوان مذكورة في عهد الرومان راهو ومذكورة في أحداثيات كثيرة عفوا أو في كتابات كثيرة فما أظن أن هذه تكون لها نصيب كبير من المصداقية والله أعلم وأهل غات أدرى بشعبها بارك الله فيك أخوي حسن تنمير تنمير أخوي حسن الصحة بارك الله فيك عندنا مكالمة ثانية معلش استاذ ما شاء الله المكالمات ما وقفتش الاستاذ علي السلام عليكم وعليكم السلام نزل في لك يا علي اهلا وسهلا نزل في الله والحقيقه فرصه طيبه وتحيه للاذاعه والبرنامج توالين الله يعزك انا حق عندي اضافه يعني لما كان يقول فيه الاخ مديس تحيه كبيره له انا طبعا من زواره وحنا الليبيين الحقيقه كل يوم نتأكدوا أن احنا شعب واحد وأن احنا قبيلة واحدة كبيرة وأن احنا عندنا ثقافة مشتركة حتى اللي ما يتكلموش بالأمازيغية لكن الحقيقة في كلامنا الليبي هو نسبة كبيرة جدا من الكلام أصلا أمازيغي ويكفي يعني أكثر كلمتين قريب نتداولوا فيهم في اللهجة الليبية وفي الكلام الليبي اللي هو قعمز وهدرز هذو كلمات أصلها أمازيغية قعمز وهدرز ومعظم الحقيقة يعني الكلمات اللي ما ليهاش معنى أو مش موجودة في المفردات اللغة العربية تجدها عندنا احنا الكلمات هذه موجودة عندنا ونعرف وصولها ومعناش لها كلمة تانية وبالإضافة إلى أن الثقافة الموجودة هذه مش غير في الكلام الحقيقة موجودة في الأكل موجودة في اللبس يعني حتى لبسنا من الجرد للبلغة للكبوس للفرملة كلها كلمات مزيغية وصولها مزيغية نفس الشيء حتى بالنسبة للأكل متاعنا الكسكسي والبزين والزميطة يعني كلها الحقيقة ثقافة قديمة جاية من وصول الليبيين الأصليين وطبعا هذه امتدادها الحقيقة يبدأ من حدود مصر إلى يعني المغرب صحيح صحيح والحاجة الثانية يعني احنا لازم نعرف تاريخنا لازم كنا يعني ما عندناش حتى فرصة نقروا الحاجة هذه 40 عام أكيد استاذ علي طبعا هذا طبعا هذا بالنسبة للهدف الأول والرئيس اللي من هذا البرنامج طبعا هذا نحاول أن نوصلوا رسالتنا ونوضحوا المفاهيم هذه الثقافة وهوية والتاريخ والأشياء هذه المصطلحات هذه كلها نحاولوا كيف نوضحوها الليبيين إن شاء الله يعني فالحقيقة يعني فرصة يعني جتنا الثورة المباركة هذه
حد خلينا نتعرف على بعضنا اكثر ونفتح قلوبنا لبعضنا ونشوف الحاجات المشتركه والعامل المشترك اللي يجمعنا الليبيين حتى من شكلنا من طباعنا كلها. الحقيقه يعني انا عرفت لما من زواره انتقلت لطرابلس وشفت الليبيين من كل المناطق، يعني كنا زمان ما كناش نعرف الحقيقه المناطق الثانيه، لكن لقينا هو نفس الطبع نفس الشكل نفس الثقافه، غير واحد استعرب وواحد ما استعربش. فعلا فيه قضايا العربيه، اخوتنا عرب جو من الجزائر العربيه ومن مصر وسكنوا المنطقه واختلطوا، كان لكن اكيد اكيد ما ننسوش طبعا ليبيا للجميع وتسع بالجميع اكيد طبعا. فالحقيقه يعني نحييكم وماكش طولت عليكم. لا لا العفو العفو، سامحنا حتى انت يا استاذ علي، بارك الله فيك، مشكور على المكالمه. عندنا مكالمه اخرى، عندنا مكالمه اخرى من الاخ عيسى من كباو. الزلف لك يا عيسى. يبدو ان الانقطاع المكالمه انقطعت. اوكي ناخذ الفاصل هذا ونرجع ان شاء الله. De los siglos viene el guanchieve, el guanchieve, lírica sangre africana, lirio guanchieve. Fondo de los siglos viene el guanchieve, el guanchieve, lírica sangre africana. África es también el norte, esclavo negro, esclavo blanco, hijo de la esclavitud, del hambre, de las cadenas, de nuestra sangre y sudor, toda el África está llena. الزلف الله ونتكل تيتن. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخواني المستمعين والمستمعات. ننوه على الأرقام مرة أخرى، 021-34-22-52 021-34-94-10. معنا مكالمة أخرى من الأخ رمضان بالقاسم. الزلف لك يا خالي رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده الزلف لك. نهارك مبارك. نهارك أسعد يس. أنا أخوكم طبعا من وريمة رقدالين. أهلا وسهلا بك يا أخوي رمضان، وأهلا بأخوتنا وناسنا في رقدالين. بارك الله فيكم ومرحبتين بكم، نشكركم على البرنامج الرائع هذا اللي هذا زوار اخوتنا وحبايبنا. الله يعزك الله يعزك الله يعزك. ونشكر اخونا الزوار من الزوار اللي يتكلم قبلي وبارك الله فيه. الله يعزك بارك الله فيك بارك الله فيك. واحنا يا اخونا رانا الغلب، الفتنه هي اللي غلبتنا، لعن الله لعن الله من القذرة. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ربي يلعن الدنيا واخره ان شاء الله يا رب. ان شاء الله وان شاء الله الحمد لله مع اخونا مهما اللي صار فينا، راه في النهايه راه ليبيا، ليبيا شعارنا، ليبيا الحره الليبيه، هذا شعارنا اخويا. اكيد يا اخوي رمضان، واحنا طبعا هذا اللي نحاول في رسالتنا هذه، يعني ان نبينوا الثقافه ونوصلوا ان ليبيا كلها ليبيا واحده، ما فيش فرق لا بين امازيغ ولا ما بين عرب ولا ما بين حتى الاتراك اللي موجودين معانا، يعني كلها ليبيا واحده، ليبيا للجميع وتسع للجميع ان شاء الله. ان شاء الله. وانا اصدقائي راه من عائله حلب معروفين، وغادي نجيب حلب ومصطفى كل اصحابي اصحابي والله العظيم قبل احنا كنا كل ليله سهريه بعضنا، وما يعرف المكان ويعرفوا وين جات غادي العشاء. ولكن الحمد لله فرق بينها الناس هذا، لك ان شاء الله ربي اسمع جملة المجدين، وان شاء الله كنا حبايب احنيه جميل وزواره وقدي والعجيرات وزرتنا، وكنا رانا منطقه خالده ومنطقه بيه ونحبوا ليبيا قلبه، ولكن الفتنه قلت لك عليها هي سبب المشاكل، وان شاء الله ربي يغلبنا عليها ويا رب، وان شاء الله انتم بارك الله فيكم ان شاء الله يا خير الاخوه العاملين معاك ان شاء الله لعزك، وان شاء الله ديما هي حره يا رب العالمين، وان شاء الله بارك الله فيكم اجمعين يا رب، بارك الله فيك. تنميت يا خير الله تنميت. مكالمه اخرى من الاخ انور.
الو. ايوه السلام عليكم. مزوف معك عمر. عمر عمر اهلا بك يا عمر. سامحنا يا عمر. اهلا بك فيكم ونحيي ضيفك وكل العاملين بالقناه. الله يعزك. وهذه الحلقه يا اخي، وموضوع الحلقه انا ما حضرتهاش من الاول. الموضوع طبعا تكلموا عليه الثقافه الليبيه بصفه عامه. اي شيء يخص الثقافه نحاولوا كيف نبينه ونبسط مفهوم الثقافه للانسان الليبي بشكل عام. وانا ما سمعت اكثر حاجه على اخوتنا الامازيغ وتاريخهم وعاداتهم، واحنا نعرف ان الامازيغ هم السكان الاصليين شرق افريقيا. ونعرفوا ان حتى اليهود كانوا في جربه وكانوا كذا، كيف ضغطوا على الاشوريين والملك الاشوري وطردهم وهربوا وطلعوا جوا لجربه وجوا لجبل النفوس جوا. هذه في قبل التاريخ يعني، لان طبعا ثقافتي محدوده ومهلي محدود. الو. ايوه تفضل. وانا بلس الاستاذ اللي معك على مشكله رابط المغرب الاسلامي اللي تم اعتقالهم في 76 تقريبا او 74، منهم الاستاذ سالم مادي وبن طالب. هذه رابط المغرب الاسلامي اللي مربوطه بالبيان. ممكن اكيد هو نحس ثقافته كويسه وموسوعه يعني الحمد لله. ان شاء الله اكيد عنده على فكره هذه حاجه. وبالنسبه ل كثافة السكان وبعدين الناس اللي تحصلت على الجنسية العربية سوا، فهمت كيف؟ هذا حتى هم يعني يطرقوا موضوعهم كيف، هذا فيهم اللي أرمن وفيهم الأكراد وفيهم الوثنيين وفيهم الدروز شو توصلوا ليبيين وعندهم كتيبات عائلة. هذا بعد 5 سنوات قالوا لك 5 مليون سنة ما هم 700,000 سوا. ما شاء الله حسبهم أستاذ عمر. ما شاء الله قلت لك ضرب حسبتهم يعني أستاذ عمر. هذا زمان الطاغية بدا كان مديرهم طابور خامس ويعطي ويسهل لهم في اجراءات السجل المدني وذو حكم مواطن بحكم القانون وكان مازال بيجيب لنا من افريقيا غير ربك كشفه وهلكة في 17 فبراير. افتكينا منه يا اخ عمر والله افتكينا منه. والله سلمي عليه. طبعا عليه تو اصل في الاصل يعني مواليد طرابلس واصل النايلي واخواني في الاصل امازيغ يعني. يبارك فيك يا اخي. تسمح لي انت ما شاء الله عليك يا اخي عمر، طبعا انت بديت فينا بمفاجاه قلت ثقافتي محدوده، لو انت ما شاء الله غير بالاسئله بتاعك واضحه ثقافتك قويه يعني. لا والله انا مؤهل لسه ابتدائي صديقي. والله ما شاء الله عليك. اسمع ايش مؤهلات ترى؟ مؤهل. تسمح لي يا اخي بنجاوبك على واحد من 3 اسئله على السريع هيك. بهي اول سؤال انت ذكرته تكلمت عليه السكان الاصليين، اللي تعرف ما فيش في ليبيا ليبي اصيل وليبي دخيل. خلينا من اللي تحكي عليهم مواطن بحكم القانون، لكن ليبي اصيل وليبي دخيل شن صاير؟ احنا علمنا القدافي في المده الفاتت هذه كلها ان الاصليين الوحيدين هم اللي يسكنوا في الجبل ويتكلموا اللغه الامازيغيه، هذا كلام عاري عن الصحه ابدا. عندي صديقي نتمنى انه يكون يستمع الينا الان من جدابيا، الاستاذ عبد السلام كان يسمع فينا يكلمنا. الاخ عبد السلام هذا من جدابيا اكتشف مؤخرا الاصول نتاع الامازيغيه ودرب وحوت الى اخره. وقعد يبحث حتى على أصول القبائل وإلى آخره. في الأستاذ الدكتور فرج نجم كذلك في كتاب اسمها القبائل الليبية من أروع ما يكون. تعرف أن أغلب السكان الليبيين راهوا أصولهم أصول ليبية أصيلة، ما عندهمش أصول من أي مكان تاني، لكن الحاجة الوحيدة لهم هم انسوا لغتهم بس. فما أنا تعرف يؤذيني يا أستاذ، سامحني اسمك مرة ثانية أستاذ عمر، والله يؤذيني لما نسمع ليبي ينسب ليوحة لمكان تاني. أنت هذه بلادك، ما عندكش بلاد تانية غير ليبيا هذه. فالليبيون أصلاء، ما فيش ليبي دخيل، كلنا أبناء هذه الأرض. والله أنا بنقطعك معلش سامحني. تفضل تفضل. أنا طلعت على كتاب هنجري الخستياني الإيطالي اللي درى تليسي. لا لا مش معربة تليسي، مش كتاب معربة. إيه عارف إيه معربة تليسي. إيه في واحد ثاني سكان ليبيا هذاك ما اقتنعتش به الأول، ومعجم بلدان ليبيا طبعا محذور الطاهر الزاوي طبعا الشيخ الله يرحمه. الله يرحمه. هذا فيها خير. وعندي تو كتابه في السيارة يهود ليبيا أصولهم كذا عندي. هذا قال لك أنا مش متثقف. ما شاء الله هو واقف في السيارة عنده كتاب. هذا مش متثقف. مش متثقف. وقاري محضر رابط المغرب الإسلامي اللي نحن نزل فيها الأستاذ سالم مادي. مادي وبن طالب. واحضرت تحقيق وانا كنت في السجن السياسي عمري 25 سنه في الشرطه، تحقق معه كتاب خيري خالد جمعني صغير في السن، فهمتوا؟ وانا كانوا اصحابي امازيغ وزمان فهموني غلط وكذا، وفيهم واحدين تبع لجان الثوريه بعد، واحد من عيال بوذية، واحد من عيال شبوب، واحد من هذا، واحد من زوار، واحد من المهم صارت لي معهم مشاكل وكانت لقى نفسي نحكيها لك اللي تو في ال 84 عليه عليه رابط عليه بعدين جدي انا جد احنا تاع النوايل هذا انت عندك علم من اصلا من مزيغ وهذا وصاحبه منه حلبوده واستمال باروني وصاحبه ابو بن شعبان سلطان بن شعبان انا شفت هذه معلومه اول مره نسمعها والله وابراهيم بن شعبان كان وزير دفاع وكان صديقه فهي نعم لعلمك
حتى كيف هاجروا ثلاثة في الضغوطات الإيطالية المنطقة الغربية. عندك علم أن ماتوا من الزوار استشهدوا في الهاني 40 وشوف حيات الشيخ عرب شوف سبحان الله ذاهب شهداء من في ماركة الهاني سنة 1911 من الزوار 40 استشهدوا، وكان عدد سكان الزوار ذاك ما يتعدش بعض على الألاف يعني صحيح حتى عدد السكان باهي. ويعني وعندك علم أنه سووا فيه شيابين وناس أصحابهم من زوارة يخرطونهم في الزيتون يعصروا فيه يرفعوا لهم فيه. عندك علم في رابط بين الشيابين الناس يقدم اللي بس لا لا شوف أنا راجعت لقيت تكلة أصول مزيغية ورسلوا ثلاثة أربعة أصول مزيغية استعار ربع أصول مزيغية العجلات بالكامل أصول مزيغية. هذه مراجعة شوف والصدق احنا ما نبوش التعصب والعنصرية والله كل الليبيين وكل الدخول على خير جابهم طابور خامس هذا هم المشكلة تسمح لي بالله عاد نعقب على الرابط الشمال افريقيا. هو موضوع مش موضوعها اليوم لكن موضوعنا ثقافي اكثر حاجه باختصار شديد جدا. رابط شمال افريقيا فعلا ثله من الليبيين كونوا رابطه ثقافيه كانوا يوزعوا في مناشير الليبيين اهل الليبيين طبعا حاولوا انهم يسقطوا النظام ومن ضمنهم عمي هذا عمي سالم مادي وعلي الشروي بن طالب انا مش ما نقدرش نذكرهم كلهم توا لان ضيق الوقت ولكن هي مجموعه من الناس تنادت للحفاظ على الموروث الليبي و الاهتمام بالثقافة الأمازيغية. فالقدافي باش جزاهم بالحبس زي ما صاير في مناطق أخرى. أخوتنا السنوسيين مش حرمنا من الثقافة السنوسية ومن السنوسية طول هالأربعين سنة هذه. من الليبيين اليوم يقول نعرف على التصوف ولا نعرف على السنوسية ولا الجهاد السنوسيين ولا نعرف عليه كذا؟ زي ما أنا توها نيعون زي ما أنتك نقرأ وعندي كتابات وعندي كذا أول مرة نعرف كلامك عن نوايل هذا أول مرة نعرفه. أنا على فكرة لاحظت هلبة عندكم في النويل عندكم العيون الخضر وعندكم الناس البيض هلبة وعندكم كذا هذه غالبا ما تلقاهاش في شو فكرة عن النويل. النويل هو جده اسمه نايل بن عامر بن مسعود بن دياب يرجعوا قبل القبائل السنسية وجايين من نجد واستقروا في الفيوم وفي صعيد مصر وداروا مشاكل مع المسيح وزحم الوالد دفهم لشمال افريقيا قال لهم بروا غادي شولي شمال افريقيا تمركزوا في قابس طلعوا منهم مجموعة الجزائر عندهم في الجزائر حاليا تقريبا 3 مليون نسمة ما شاء الله تمركزوا في العسة وكانوا حماة للزوارة وكانوا حماة موقفهم مع جادو ومع مناطق الجبل الغربي خاصة جبل النفوسة ما بنرجع المصطلحات الغربية ان شاء الله خير ما تقولش الجماهيرية باهية وكانت عندهم مواقف كانوا محدودة لعلمك منطقة النوايل يسموا فيهم النوايل رغم عندهم 6 قبائل في جنبهم مش النوايل اللي هم السعفات وريمة والربايع وحميتات وخويلد هم مش نوايل لكن كيف يقولك يسكن في الشمال يقولوا نايلي يسكن في رجل يقول هم مش نوايل طبعا سد عمر طبعا نحن موضوعنا طبعا كله عليه نحن ما بنبوش نتخصص على نظام القبائل وكذا ونخش في التفاصيل هذه لكن طبعا هم اهم شيء طبعا تكفينا احنا ليبيا زي ما قلنا احنا رسالتنا هذه وفقرتنا والبرنامج هذا جديد ان شاء الله نحاول كيف نوصله ونوضح مفاهيم ومصطلحات غايبه على المواطن الليبي طيله 40 سنه ان شاء الله. بارك الله فيك يا استاذ عمر ومشكور جدا على المكالمه وبالامازيغيه نقول لك تنميرت ملاحظة تفضل ملاحظة أنا في أحداث يوم 26/2 في الأحداث خشيت مشيت للمنطقة نستطلع طبعا وعندي ولدي نفس الشيء خش باهي ولد عمي نفس الشيء يعرفوه مخش مع دور على كل حال مشيت للزوارة خشيت أعطوني ورقة بالمزيج ما فهمتهاش أوزون هي في السيارة موجودة ولا تنقرأي باهي زول مش عارف أقدم مكتوب فيها 3 كلمات والتاريخ وقال يتفضل خش خشيت متاع المحلات اللي في زوارة على اليمين قلت لهم ساندوا هم 6 شباب دوار واقفين مساكين اللي عندهم حتى سلاح والله لا في دراسي وفي دموراق يعطوا خشيت من حرط في الشيابين وقلت متاع المحلات اللي على اليمين في زوارة قلوا ساندوا هالشباب هذا اوكي تفضل روح نديرون الله كذا قال لا احنا شغلنا هم عمر شباب ما دخلناش فيهم والضرب نضرب وتكاكين هم الاولين والله قال طبعا انا مشيت حتى الجمال حرصت ناس قلت لهم ردوا بالكم تاخذوا سلاح ردوا بالكم وغربي راه متذبحه ما يغريكمش قدافي بالسياره ب 500 جنيه وبلاك بعت نحرض فيهم غادي وراه في مجموعه نسجن ترى في البدايه وبعدين قلبوهم ناس ثانيين بالضغوطات لكن بعدين في قبائل ثانيه هي اللي لحمته كانوا عسكريين النظام السابق خافوا على وظائفهم وعلى قروض وطمعوا انهم يولوا قدادهم ويولوا واحد يغروا بهم والصدق انا مع ليبيا ومع وحده ليبيا والله يبارك فيك ان شاء الله ان شاء الله. وطبعا يا ريت تكلمنا ان شاء الله مره في الحلقات الجايه اللي نتكلموا فيها على القبائل ان شاء الله ويكون برنامج او حلقه خاصه بالقبائل يا استاذ عمر ونشكرك مره اخرى وتنميرت. عندنا مكالمه اخرى انقطع المكالمه
شكرا قطاع الخط. والله الاخ عمر ما شاء الله عليه حقيقه يعني استفدنا منه هلبة الحديث معه وملا ومشكله ما شاء الله متواضع. ايوه معنا الاخ مسعود الزلف لك يا مسعود اهلا بك. مرحبا يا اخوي. اهلا بك اهلا بك. سامحنا على سامحنا على الاطاله بالله معلش. معلش يا اخوي احنا كما بالنسبه لنا من قبيله المشاشه باي. اهلا بك يا اخوي اهلا وسهلا بك. وطبعا الامازيغ هذول خاصه جباليه اللي هم القلعه وجباليه واللي ما في جاد وفي يفرن هذول قراب لينا هنا اصلا من سلاله الرسول عليه الصلاه والسلام وجدانا مزغيه جدانا اسمها مزغيه من الامازيغ من ايام الحسن والحسين وطبعا عايشين معهم الامازيغ وهذه تعتبر احنا الليبيين من راس الجير الى مساعد ومن البحر الى القطرون ووزو الكلام هذا احنا الليبيين وحده كلمه واحده وكلمه نقول لا اله الا الله ومسلمين وكنا دينا هالدم اللي راقت فينا وهالمكان اللي صارت فينا وهالمصيبه اللي صابت بلادنا وصابت هنا وصابت صوتنا اللي ماتوا والجرحى والمتكسرين والله انتقدت انا شخصيا انتقدت عليها حرف لحمة لحمة كان نقل ليبي نتمشاش بالسوق صحيح ونتمنى ان تهدى هذه الفتنة ونرجع لفوتنا زي قبل نمشي للزواري ونمشي لليفر لجبال اللي في المازيغ سناه ونمشي حتى للزنتان اللي هم بالنسبة لنا احنا يدوروا فينا بيطردونا حتى قالوا تمشوا للنيجر وما كمش ليبيين وقالها الزنتان عالميا ونحن الشاي من جوار من منطقة شقيقة بجد اسمه ونتمنى هذا الكلام ما يصيرش بيناتنا لا بين الزنتان ولا بين وهنا نسيه من بقاي من اخوي حسن اللي هم يا اخوي مسعود اخوي مسعود طبعا هذه كلها ان شاء الله يعني هذه بقايا حرب وكلها هي موضوع فتنه لا اكثر ولا اقل واحنا طبعا زي ما قلت لك في بدايه برنامجنا احنا برنامج هذا كله ثقافي وعلى الثقافه ونحاول نفهم ونصلح يعني عده مفاهيم وعده مصطلحات كانت مغيبه على الانسان وان شاء الله طبعا تكون رسالتك وصلت يا استاذ مسعود وبارك الله فيك ومشكور. معليش نوجه تحية لجميع الأخوة الليبيين اللي هم الآن إن شاء الله يسمعونا إنهم يقللوا من هالفتنة ويقللوا من هالدم اللي صار بيناتنا ويقللوا من كل التحاشي القبلية هذه تبعد علينا إحنا الليبيين من رأس الجير إلى مساعد ومن الحدود إلى من الجنوب إلى الشمال ونتمنى أن نكونوا نمشوا حرارة ما كنا في السابق حتى أيام عهد الدري سنة كنت نقرأ طالب هذا السنة في السنوات السنة الأولى سنة أولى وثانية وثالثة ابتدائي ورابع الخمس ونتمنى الليبيين أن يرجعوا إلى رشدهم الحقيقي ويبعدوا عن الكلام الزايف هذا اللي صار بناتنا وإحنا الجبلية ولا إحنا النزيف وكنا أخوتنا كنا الليبيين العرب من 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 المراكش إلى الجزيرة العربية كنا عرب واحد ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وشكرا يا أخوي تحياتي لك. تنمير تنمير تنمير. معنا الأخ حسن عمر. السلام عليكم. الزلف لك. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أستاذ حسن. أخي أولا صدفة حقيقة يعني معلش أستاذ حسن يا ريت تنقص صوت الراديو شوية بس. نعم أنت تسمع فيا أستاذ. أوكي تمام تمام يلا تفضل. انا مش عارف هل انتم عندكم يعني موضوع معين مطروح للحوار ولا عباره عن مداخلات حره يعني؟ لا والله هو الموضوع الاساسي على الثقافه الليبيه يعني نتكلم على الثقافه نبين رساله نوضحها ونوصلها طبعا كامازيغ الى المثقف او الليبيين بصفه عامه يعني باش ما عادش يتحسوا من حاجه اسمها امازيغ واللغه المنطقه اللي كان يتكلم منها الاخ عمر انا يعني كان القبليه ثاني شيء وحقيقه الشيء اللي بنأكد عليه انه وهذا الكلام حقيقه موجه لاخوه الامازيغ بالدرجه الاولى ان في قرون تقريبا من التجاور بين اهالي الجمال والرجالين وبين زواره لما جيت قارنها حتى بمناطق اخرى في ليبيا تلقى ان العلاقات الطيبه والعلاقات الوديه والتجاور الاخوي كان بين زوارة وجيرانها ربما أفضل من مناطق أخرى يعني وحتى تاريخين أنا مثلا شخصي أتذكر أن عندي عمتي رحمة الله عليها كانت حتى في حديثها أحيانا تخلط العربية بالأمازيغية مرات بدل ما تقول يا ولد مد الخبزة تقول لي هات تزويد نقول لها يا عمتي شنو التزويد تقول لي يا ولد هذه الخبزة ماشي صحيح هذا يعني يكشف لأي درجة كانوا الناس الترابط يعني الاجتماعي وعلى البركة هذا أمازيغي وهذا عربي لكن مع هذا كانت الأمور على كلنا ليبيين هذا يحترم خصوصية الأمازيغي
وهذا يحترم خصية العربي في النهاية، كنا مسلمين وأبناء بلد واحد. أكيد أكيد. وهكذا صارت الأمور. بعدين هون أنت عارف يعني في المدة الماضية بكل أسف يعني حصلت بعض الأمور، وردود الفعل حقيقة كانت مبالغ فيها، وترتب عليها صدمات ودم قتل وكذا، والمصلحة الوطنية والتجاور والواقع الجغرافي يفرض أن الأمور هذه كلها لابد أن نتجاوزها، لأن مثلا الزواري حيكون موجود في زوارة، واللي من ربدارين حيكون موجود في ربدارين، واللي شمال حيكون مفيش حد يعني تقدر، وبالتالي هم جيران الأمس وجيران اليوم وحيكونوا جيران غدا إن شاء الله. ولا بد ان الجيره هذه تعود كما كانت في السابق كلها ود. اكيد طبعا استاذ حسن، استاذ حسن جديد للشباب خاصه في زواره، نعم تعالوا نقعدوا تعالوا نناقشوا كل الامور بكل صحيح. هذا بالنسبه لنا احنا يا استاذ حسن كاعلاميين نتجاوز المرحله هذه. قلت لك يا استاذ حسن كانت صافيه، قلت لك احنا كاعلاميين وهذا دورنا احنا نحاول، قلت لك من خلال برنامجنا هذا ان نقربوا ما بين الليبيين، بحيث قلت لهم عاش تحسوا من الكلمات او بعض المصطلحات حتى من ما حيت بالذات خاصه فيما يتعلق بعلاقه زواره بجيرانها بالذات. طبعا زواره طبعا زواره بجيرانها كذلك في مناطق الجبل بصفة عامة وليبيا بصفة عامة. طبعا أستاذ حسن هذه واحدة من المناطق اللي صارت فيها نوع من الحساسيات بين مجموعة أمازيغية وبين مجموعة عربية. هذه أنتم حقيقة كشباب تقع عليكم مسؤولية أنكم أنتم يعني تجمعوا الطرفين وتحاوروهم وتجمعوا الشباب وتحاولوا تزيلوا إن شاء الله أستاذ حسن، إن شاء الله تكون يعني كل الحساسيات القائمة بالأطراف إن شاء الله تعود الأمور كما كانت سابقا إن شاء الله أستاذ حسن. إن شاء الله تكون طبعا رسالتك وصلت وبارك الله فيك، وبنقولك بالأمازيغي طبعا تنميرت يا أستاذ، تنميرت تنميرت يا سيدي، شكرا جزيلا. صحيت صحيت صحيت. معنا مكالمة أو مداخلة من زميلنا الشيخ إيهاب. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أزل فلك يا شيخ. أهلا بكم أخوتي الكرام، أهلا بضيفك الكريم. أهلا بك محمد أومالي. أهلا بك. أهلا بك. أهلا وسهلا بك. لا شك يا أخي الكريم أن الثقافات والأمم والشعوب كما ذكر الله سبحانه وتعالى هي من نعمه سبحانه وتعالى. أكيد. وآية من شعوبا وقبائل لتعارفوا. صحيح. واختلاف اللغات واختلاف الألسن واختلاف الألوان هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. صحيح صحيح. ومن عظم خلقه عز وجل من آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا مما علمه الله سبحانه وتعالى في أصل الخلقة آدم عليه الصلاة والسلام، الذي هو عندنا في الاعتقاد الإسلامي أن أصل الخلقة إنه هو خلق الله سبحانه وتعالى آدم على القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. القرآن موجود صح. وعلم الله آدم الأسماء صح. كلها، ومن هذه الأسماء هي اللغات والثقافات والأفكار التي والحضارات التي الناس تتلاقى فيها اللي موجودة في وتتفاهم ونحوها. بني البشر في الوقت الحالي يعني. إيه نعم إيه نعم. فأعتقد أن هذه الثقافات والثقافة الأمازيغية والثقافة الإسلامية، لا نقول الثقافة العربية وإلا وغيرها من الثقافات. صحيح. التي تنمي الفكر البشري الإنساني من غير أن يكون فيها تنازع، من غير أن يكون فيها تطرف، ومن غير يكون فيها إقصاء وبعاد، اللي كما قال سبحانه وتعالى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. مثل هذا برنامجكم من توالده، هو يبدو أن الأخ محمد استقى هذا البرنامج من الموقع الإلكتروني اللي عنده من فترة. تولت. لا على فهم وعلى اطلاع واسع وعميق، وليس مجرد أمر سطحي فقط مثل هذه المسائل. إن شاء الله. شكرا لك أخي الكريم. وشكرا. أظن الأخ إيهاب موجه لسؤال يعني تقريبا. الأخ محمد أمري. نعم. بارك الله فيك أخي إيهاب، جزاك الله خير. أول شيء ومعك زميل في البرامج يعني تتري هذا برنامج وغير البرامج إن شاء الله. بارك الله فيك. أنا طبعا ضيف على الحلقة. أنا فيك من هاتف النقال، سمحني راح نستمع لك الإجابة عبر الراديو إن شاء الله. بحول الله. الأخ إيهاب سبحان الله، نتمنى أن كل شبابنا في
في ليبيا. اتمنيتهم انهم استمعوا للكلام الاخ ايهاب، وهذا هو شعارنا نحن، ان خلقناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله يتقاكم. وهذا اللي مفروض يسود بيناتنا، لان الثقافه المقصد منها هي التواصل في النهايه، والتنوع المقصود به فهم الاخر الى اخره، يبدا بالكلمات وينتهي بالعادات والتقاليد والكتاب والى اخره. سؤاله كان هو سأل عليه واسع جدا، يقول شن هي الثقافة الأمازيغية اللي بيبرزوها أخوتنا ولازم يعرفوها أخوتنا الليبيين التانيين. في الحقيقة احنا مش هنخلق حاجة مش موجودة عندنا في الحياة الليبية. الثقافة الأمازيغية هي جزء من كياننا، زي الني زي الأخ إيهاب زي غيره، عايشين احنا الليبيين كلنا. غير للأسف الشديد ربما يعني الكثير منها فيها جزء كبير مش مفهوم ومش معروف لدى الليبيين. خلينا نكون واضحين، يعني لما أنا وياك نقعد نتكلم على رقم 5 مثلا ووظائف في اللغة الأمازيغية وفي الثقافة الأمازيغية إلى آخره، هذه يسموها فيها أنكدوت في اللغة الإنجليزية، يعني مليح الكلام أو كذا، ربما يصل الإنسان، لأن فعلا يعني فيها طريقة تفكير عند جدودنا مختلفة جدا عند باقي السكان الليبيين. ولكن كذلك فيه ثقافة مشتركة كثير جدا، قاسم الكبير والأكبر من الثقافة الأمازيغية مشترك بكل الليبيين. يعني مثلا طريقة اللباس اللي بيلبسوا فيها الحولي مثلا تطلع من الحدود الليبية ما تلقاهاش مثلا. البازين، الكسكسي، تصور كسكسي حده مثلا سيوة في مصر أو كذا. قصدي هذه الأشياء من الأشياء الثقافية اللي هي مشتركة بين الليبيين. الآن يبقى الجزء الثاني اللي هو مش معروف لدى الليبيين. انت الليبيين في البداية اول ما سمعوا بعض الاغاني الامازيغية مثلا ما عرفوهاش. انت بلاش قبل شوية نذكرت اسم شخص يتكلم عليه مسجد في جادو اسمه مسجد ام سراطن مثلا، الامام البغطوري. الليبيين مفروض يفتخروا بعلماء مثلا عندنا في الجبل وكتابات. تصور عندنا كتاب في النقد الفلسفي او علم الكلام من سنة 132 هجريا، كتب من قبل احد علماء الجبل مثلا. كتاب البغطوري هذا من أقدم كتب التاريخ، ويراجع الإنسان كتابات الشيخ طاهر الزاوي ويجد أن عندنا كتابات كثيرة كان القدافي يا إما يحرق في المخطوطات يا إما يمنع فيهم. أنا نذكر أخت من أزليت زمان تعرفت عليها في مصر، قلت لي منعوها أن هي تدير كتاب عن جبل نفوسة مثلا، وسمحوا لها أن هي تدير كتاب عن الدولة الحفصية اللي هي في تونس. المهم الشاهد باختصار شديد أن الثقافة الليبية والثقافة الأمازيغية في تمازج كبير بينهم، وكذلك الموضوع واسع جدا، مش من السهل انك تتحدث عليه في حلقة واحدة، لكن ربما مع الحلقات واستماع الاخ ايهاب الى هذه الحلقات سيكتشف اشياء جديدة. معنا مكالمة اخرى. عليكم السلام، ازلف لك محمد. اهلا، السلام عليكم. اهلا بك، نهارك اطيب. بس كيف الحال؟ الله يحييك، تفضل. نحييكم حيث الله جرائع. ايوه يا اخوي محمد، بخصوص الموضوع كنا نتكلم عن الثقافة ولا؟ اتفضل اتفضل، معك محمد ولا؟ ايه اتفضل محمد. نحكي لك السبب في الطمس اللي صار لليبيا الهوية بتاعها، اكيد بيكون سبب النظام السابق. من لاحظنا حتى في المناهج الدراسية التاريخ، يعني احنا قرانا في الصغر قرانا تاريخ ما خصناش احنا الليبيين، ممكن خص يعني مش ندخل يعني نقرا توا تاريخ اليمن ولا تاريخ العراق ولا تاريخ السعودية. صحيح، مفروض الحد من سنة نقرأ في التاريخ ليبي القديم. صحيح، هذا كان يعني يعطي كزيادة معلومات الواحد بيوسع في المعلومات. صحيح ما اصحابش انه فيه يعني كأنه ليبي يبديك من اصحابش انه تاريخ قليل ده 5000 عام. صحيح، اتفضل. بارك الله فيك يا اخوي محمد، مشكور على يعني اسمع شوية على في بعض المحطة. انا شفت برنامج مرات في قناة أجنبية يتكلموا على تحليل الجينات. يتكلموا على شمال أفريقيا، قالوا إن تحليل الجينات شمال أفريقيا إن ممكن 90% يكونوا أمازيغ و 10% عرب. يعني كيف طلعوا تو كلهم عرب؟ طبعا هي هذه مش المقصد، احنا طبعا الارقام هذه وال يعني مش ناخذها خلاص ما دام ارقام وجينات مش عارف شنو. طبعا زي ما قلت لك يا اخوي محمد وزي ما قال ضيفنا هنايا، احنا طبعا اهم شيء نبوا نوصلوا رساله ونبوا نفهموا الليبيين ان الامازيغي ما فيش اصلا ما فيش ليبي اصيل، زي ما قال ضيفنا الاستاذ محمد امادي ان ما فيش ليبي اصيل.
فليبيا طبعا ليبيا للجميع وليبيا تسع الجميع يا اخوي محمد. ليبيين انا نقول كلها امازيغ في الحقيقه، صحيح مع اني انا مش امازيغي لكن هيك المؤشرات تقول ان كلها امازيغ. الاخ محمد الحقيقه بحوث الدي ان اي، انا عندي صديقي الدكتور فرج نجم مش عارف كان يسمح لي نقول هالكلمه هذه زمان، داخل جامعه اظن اوكسفورد في بريطانيا داروا بحث على الدي ان اي في ليبيا. يقول لي هو من باب النكته، يقول ان زوجته طلعت اندلسيه اللي هو يعترف فيها من عرب العواقير ولا اشبه منين من الشرق، وصديق لنا امازيغي من الجبل طلع في دمه اظن من جزيره عربيه او من كذا. بمعنى لا يعتد بهذه البحوث، واني لازم نركز على هذه النقطه، ان احنا لا نبحث عن عرق ولا يوجد في العالم عرق صافي، توجد ثقافات على ليبيا مش حضارة واحدة بالضبط، مرحبا بالضبط. فاحنا اختلطنا بالشعوب كلها والشعوب كلها اختلطت بينا، وليجب ألا ننظر في هذه الأشياء من باب عرقي شوفيني ضيق، لازم نشوفه من باب ثقافي ونتعلمه لبعضنا ونسمعه من بعضنا، وزي ما قلت انت من البدايه قضيه ثقافيه والقدافي تمصنع. الحاجه الثانيه قضيه التاريخ، ليبيا فقط احنا ما نعرفش ندري تاريخ، لا بالعكس احنا ليبيا جديده تكون ليبيا منفتحه نتعلمه على الكل. احنا روسنا لما احنا صغار زي النشافه عرفت، تاخذ وتعبي، لكن مش معقول نحط لها كل شيء متاع الدول الجوار وما عندناش حاجه على ليبيا. اليمن ومش عارف السعوديه بالضبط، المفروض نتعلموها حتى هي، لكن لازم ليبيا تكون هي الاساس. بالضبط تكون ليبيا هي الاساس، هي الاساس صح. بارك الله فيك يا اخوان، مشكور يا اخوي محمد، ونقول لك بالامازيغي تنميرت يا اخوي محمد. صحيت صحيت. عندنا مكالمه اخيره، وهذا طبعا اول مكالمه، هي بنت الاخت سهام، هذا الفيلم سهام، شكلها اخذناها بالعين يا خالي محمد ما صارش مكالمة من الأخوات. يا سيدي بارك الله فيك على البرنامج، نتمنى الله من الله سبحانه وتعالى أن يعني تمشي من الأمام إلى الأمام يعني إن شاء الله. وإحنا طبعا نقول لك بارك الله فيك وتنمية يا خالي محمد. عدنا مرة أخرى وعندنا مكالمة أخيرة من الأخ أبو أيمن. السلام عليكم، أزف لك أبو أيمن. يبدو أن المكالمة انقطعت. أستاذ محمد طبعا كلمة أخيرة نختم بها البرنامج. والله كلمتي الأخيرة، مفروض البرنامج هذا نتمنى نسمع أكثر وأكثر ونسمع منكم، ما نعرفش إذا كان برنامجكم هذا يومي أو أسبوعي أو شهري، لكن الحقيقة يبدو أن الناس متعطشة مباشرة بدت المكالمات من أول شن اسمه يعني، سمعت ما شاء الله البرنامج بتاعك مكالمات. نبشرك أن المشرف عندنا قالنا أسبوعي حيكون البرنامج هذا، أسبوعي إن شاء الله. يا سيدي رب وفقكم إن شاء الله، وتعرفوا بثقافة كل الليبيين كذلك. وكان الموضوع بتاعنا اليوم كله يعني كنا نتكلم احنا على الثقافة، وباختصار شديد الثقافة هذا شيء يشرف ويزيد زي ما يقولوا يعني يزيد من حوصلة الإنسان، يزيد من كل ما يعرف الإنسان جذوره ويعرف تاريخه ويعرف تاريخ جيرانه وإلى آخره، كل ما يزيد اعتزاز بوطنه ويخدمه ويحس أنه هو جزء من هذا الوطن. فبارك الله فيك وبارك الله في الإخوة القائمين على هذا البرنامج كلهم.
طبعا في الختام طبعا لا يسعني إلا نقول لكم نشكر كل من اتصل بنا وكل من استمع إلينا. طبعا الشكر طبعا إليك أستاذ محمد، بارك الله فيك، طبعا رئيس مؤسسة التوالت الثقافية، وكذلك نشكر الأخوة المشرفين على إخراج هذا الحلقة واللي شفناها زي ما طلعت اليوم الحمد لله، الأخ يوسف حسين ومحمد الدهماني. نشكركم وبارك الله فيكم، ونقول لكم حتى أنتم بالأمازيغي تنميرت. في النهاية معاكم كان معاكم مهيب قرادة، تنميرت وأزل في اللون. راديو ليبيا من طرابلس العاصمة. توالين، كلمات باللغة العربية. إعداد وتقديم مهيب قرادر.